بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. معكم عبد الرحمن المسند، استشاري قلب أطفال ومدير مركز الأمير سلطان لأمراض القلب. الموضوع اللي نتكلم عنه هو الموضوع التعاون مع مستشفى الملك فيصل تخصصي. وللحق فمستشفى الملك فيصل تخصصي له ثمرات في جميع مناطق المملكة، ولله الحمد الآن من ثمراته هو موضوع التعاون مع التكنولوجيا، وهو مواكبة للتطور في ربط بيننا عيادة قلب الأطفال وقسم قلب الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي. فهناك تعاون مثمر وبناء الحمد لله في مناقشة الحالات. فأي حالة نحتاج لرأي ثاني نقدمها للأطباء والجراحين، ولله الحمد خلال سنتين من بداية المشروع تم مناقشة العشرات من الحالات، ووفرنا جهد كبير على المرضى بمشقة السفر، وأيضا وجدنا تعاون كبير جدا من الأطباء في مستشفى الملك فيصل التخصصي، فبارك الله في جهودهم. نتطلع إن شاء الله أن تطور تلك الخدمة وأن تثمر أكثر وأكثر، ونشكر أولئك الذين يدعمونا من الناحية الفنية سواء في مستشفى الملك فيصل أو عندنا هنا في مستشفى الولادة والأطفال، وجزاكم الله خيرا.